أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للمشاركة الإماراتية في فعاليات منتدى شباب العالم، وخلال استقباله الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، أشاد الرئيس السيسي بدور الإمارات الداعم للتنمية في مصر. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد حرصه على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، كما نقل الرئيس تحياته إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقد أكد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان حرص بلاده على الاستمرار في دفع وتعزيز آليات التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، مشيرا إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية لاستقرار وأمن المنطقة العربية. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وخلال استقباله على هامش منتدى شباب العالم، أكد الرئيس السيسي حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وعمان بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، فيما أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بدور مصر الداعم لأمن واستقرار دول الوطن العربي لا سيما المنطقة الخليجية.